صباح الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بكم الى حلقه جديده من برنامج اخر طبعه. كالعاده سنعرض لكم ابرز ما جاء في الصحف العربيه من عناوين، وسنحاول تحليل الاخبار التي تناولتها بعض الصحف العربيه والاجنبيه والمقالات الوارده فيها. سيناء عادت الى الواجهه بعد مقتل 3 مسلحين وجندي اسرائيلي خلال اشتباك امس، بالاضافه الى اخبار اخرى سنحللها في سياق الحلقه مع ضيفي في الاستوديو الاستاذ توفيق مهنا نائب رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي. اهلا بك استاذ. أهلاً. لكن قبل بدء الحوار سنتوقف مع أبرز عناوين بعض الصحف العربية الصادرة اليوم. صباح الخير. مقتل جندي إسرائيلي وثلاثة مسلحين قرب الحدود المصرية، العنوان الأبرز في بعض الصحف العربية الصادرة اليوم. والبداية مع عناوين صحيفة القدس العربي: مقتل جندي إسرائيلي وثلاثة مسلحين بهجوم جديد من الأراضي المصرية، اعتبر دليلا على فشل الحملة العسكرية ضد المتشددين في سيناء. اعتقال 3 من قادة المعارضة بعد عودتهم من الصين. أردوغان: المعارضة تزداد قوة والأسد بات ميتا سياسيا. معارك حلب مستمرة والعثور على مقبرة جماعية وإعدامات في دمشق. اليمن: صالح يرفض ترك العمل السياسي والزنداني يعود للأضواء مدافعا عن الرسول. بلطجية يعتدون على متظاهرين في عمان يهتفون يا طراوين لم هدومك الأردن أفضل من دونك. صحيفة البيان الإماراتية عنونت: تظاهرات تعم سوريا ومعارك طاحنة حول مواقع استراتيجية في حلب، اغتيال ناشط كردي بارز واختطاف 3 قياديين من معارضة الداخل، 4 قتلى بينهم جندي إسرائيلي على الحدود المصرية، والاحتلال يغلق القدس. أبرز عناوين صحيفة الزمان العراقية نستهلها ببايدن مهاتفا المالكي: امنع عبور الأسلحة إلى سوريا. كلينتون تبلغ الكونغرس رفع مجاهدي خلق عن قائمة الإرهاب. مقتل 3 مسلحين وجندي إسرائيلي في هجوم عند الحدود مع مصر. مشعل يقرر عدم الترشح لرئاسة المكتب السياسي لحماس. سوريا انشقاقات في هيئة التنسيق والمعركة حول فكنة هانانو ومطار مينغ. صحيفة القبس الكويتية عنونت: بغداد تعد بتفتيش عشوائي للطائرات الإيرانية إلى سوريا. السيستاني: احتضان اللاجئين السوريين واجب. مقتل جندي إسرائيلي وثلاثة مسلحين على الحدود المصرية. إسرائيل تحدثت عن إحباط اعتداء كبير. أما أبرز عناوين صحيفة السفير اللبنانية نستهلها بدمشق: خطف قياديين في هيئة التنسيق عشية مؤتمر المعارضة. الأطلسي يشكك بجدوى التدخل العسكري وأردوغان يهاجم الأسد. مفادو نتنياهو إلى واشنطن لاستعادة ثقة أوباما. وأخيرا نتوقف مع أبرز عناوين صحيفة النهار اللبنانية: الجيش يطارد العصابات في الضاحية الجنوبية. ميقاتي: لا تراجع عن السلسلة ولا مبرر للتظاهر. واشنطن تضغط على العراق لمنع عبور الأسلحة أراضيه إلى سوريا. الإبراهيمي يسعى إلى سياق جديد في التعامل مع الأزمة. مقتل جندي إسرائيلي وثلاثة مسلحين اخترقوا الحدود المصرية. وبهذا العنوان نصل إلى ختام جولتنا الصباحية على أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم. إذا أستاذ توفيق، يعني كانت هذه أبرز العناوين، ما البارز برأيك اليوم في هذه العناوين؟ يعني طبعا الحدث الأول على المستوى العربي يبدأ بالحادثة اللي حصلت على الحدود المصرية الإسرائيلية الفلسطينية المحتلة. طبعا هذا تطور أساسي نعزوه إلى أن هذه المجموعات التي منذ أمد غير بعيد قامت بعملية استهدفت فيها الجيش المصري ضباطا وجنودا بشكل مشبوه ومدان، يبدو أن يعني من وقف وراء هذه العملية أدرك حجم الإساءة والخطأ والخطر في الاعتداء على الجيش المصري، فحاول أن يقوم بعمل يعني ضد العدو الإسرائيلي. طب أن يستهدف يعني بداية الجيش المصري ثم يستهدف الجيش الإسرائيلي، ما الغاية من ذلك يعني؟ ربما الغاية حسب ما أعتقد أولا إعادة تلميع صورة هذه المجموعات التي تأثرت بشكل
سلبي جدا بعد الاعتداء على الجيش المصري وقتل ضباطه وجنوده، تلميع الصورة من جديد لهذه المجموعات. ثانيا تأكيد على أن هذه المجموعات ما زالت فاعلة وقوية ولم تتأثر بالعملية العسكرية التي قام بها الجيش المصري. ثالثا ربما يعني هذا يؤكد على يعني بعد آخر، دعني أقول بعد لابد من التوقف عنده، حول مفاعيل معاهدة كامب ديفيد المستمرة والحاكمة والناظمة حتى الساعة رغم وصول سلطة جديدة إلى النظام في مصر. ما زالت كامب ديفيد هي الاتفاقية الناظمة للعلاقة المصرية الإسرائيلية، وهذا ما يجب أن نتوقف عنده في ظل هذه التطورات وفي الأبعاد لهذه العملية. على كل حال سنتحدث عن هذا الموضوع أكثر في سياق الحلقة، ولكن أيضا يعني هناك غدا مؤتمر للمعارضة السورية. كنت سأتحدث في أيضا على المستوى العربي. يعني ماذا سيقدم هذا المؤتمر برأيك من جديد؟ يعني طبعا أولا نحن ندعو قوى المعارضة الوطنية التي ستجتمع غدا في دمشق أن يكون لها موقف حاسم من أمرين أساسيين. الأمر الأول رفض أي تدخل عسكري خارجي، رفض أي فكرة أو مشروع حول المناطق العازلة وحول مناطق حظر جوي تدفع إليها قوى إقليمية من تركيا إلى بعض الدول العربية وإضافة إلى أوروبا والولايات المتحدة، حسم الموقف بشكل جذري من أي تدخل عسكري ومن أي تورط في هذه الحرب. هذا من جهة. من جهة ثانية الانتقال إلى إطار التفاوض والحوار مع النظام. ولكن ماذا عن عملية يعني اختفاء العضوين في هيئة التنسيق؟ من يقف وراء خطفهما؟ وزير الإعلام، وزير الإعلام السوري اتهم مجموعات إرهابية مسلحة بالطبع تتبع إلى الجماعات. ولكن هيئة التنسيق أيضا اتهمت الأجهزة الأمنية بتوقيفهما. هيئة التنسيق لم تتهم، رجحت وضعت هذا كاحتمال. لكن طبعا عندما يعني يقف وزير الإعلام السوري ويحدد بأن لا علاقة لسوريا بعملية الخطف وأن هذه العملية نفذتها مجموعات مسلحة إرهابية، يفترض بنا أن نأخذ هذا الموقف الرسمي بعين الاعتبار ونضعه أمامنا كواقع بالنسبة لهذه الحادثة التي يعني بالتأكيد الهدف منها على ما يبدو الضغط وعلى مؤتمر الحوار الذي سنتحدث يعني سنتوسع أكثر في هذا الموضوع. أيضا هناك عنوان بارز من تونس، يعني تصريحات راشد الغنوش رئيس حركة النهضة الإسلامية بأن السلفيين يشكلون خطرا على البلاد. هل تتوقع أن يكون هناك صراع إسلامي يعني بين السلفيين؟ أولا هذا الصراع قائم. ثانيا كنا يعني نتمنى لو أن زعيم حركة النهضة الغنوشي يعني تصرف بموجب هذا المنطق قبل أن يتحالف مع السلفيين في الـ في الـ في, الـ في الانتخابات، وبالتالي قبل وصول الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم والسلطة في تونس. طبعا الصراع السلفي الإخواني قائم في تونس، في مصر، في غزة، في ليبيا، في كل مكان، وحتى هنا في لبنان معروف يعني أن يعني الجماعة الإسلامية التي هي الامتداد أو هي الاسم لحركة الإخوان المسلمين في لبنان ليست على توافق في كثير من المواقف والمعطيات مع الحركات السلفية القائمة. فإذا هذا الموضوع قائم. دعني أقول بوضوح أن يعني باختصار لو سمحت لأننا سننتقل إلى يعني فقرة طبعاً الإخوان الحركات الإسلامية منطلقة من قواعد
مشتركة، ولكن هناك فئات تلجأ إلى الخطاب الأكثر تشددا لاستقطاب الشارع، ولكن دعني أقول لا بد من مراجعة هذا الخطاب بشكل عميق وجذري، لأن التطرف والتشدد والتعصب يسيء إلى الدين، يفرز المجتمع، ولا يجعلنا نتقدم باتجاه قيام الدولة المدنية الديمقراطية المنشودة. سنتوقف مع الفقرة الثانية في حلقتنا اليوم، وهي اقرأ الحدث وأبرز ما تناولته الصحف العربية من أخبار، نتابع. الأخبار اللبنانية، عون: الخطر يبدأ بعدم إجراء الانتخابات. رأى رئيس تكتل التغيير والإصلاح اللبناني في حوار مع الصحيفة أنه إذا تعرض لبنان لأي عدوان فإن الجيش لن يستطيع الدفاع والثبات في القتال نسبة إلى موازين القوى المتوافرة، وهنا يبدأ عمل المقاومة لتحرير الأرض. وبالنسبة إلى الأزمة السورية، قال عون: هناك خلل أمني، لكن إدارة الدولة مستمرة. إذا طلبت الدول الغربية من سفرائها المغادرة فهذا لا يعني أن سوريا انهارت، بل هي محاصرة. عون أشار على صعيد الانتخابات النيابية المنتظرة إلى أنها استحقاق دستوري يجب أن يتم، والخطر يبدأ بعدم إجراء الانتخابات. القبس الكويتية: مصر ليست حليفة لأمريكا ولا عدواً، ماذا إذن؟ لا تزال تصريحات الرئيس الأمريكي باراك أوباما بأن مصر ليست حليفة للولايات المتحدة ولا عدوا تتفاعل على الساحة السياسية المصرية، بحثا عن الأسباب التي دعت أوباما إلى إطلاق هذا التصريح اللغز. ومهما كانت نتيجة الانتخابات الأمريكية المقبلة فإن أحدا لن يضحي بالعلاقات مع مصر، فالإدارات الأمريكية المتعاقبة استثمرت الكثير من المبادرات السياسية والاقتصادية في هذه العلاقات، وضخت ما يزيد عن 70 مليار دولار لمصر، بينما سيكون أمام الرئيس محمد مرسي عدة أسابيع لإعادة بناء العلاقات الخارجية المصرية وتقرير نوع العلاقات الجديدة مع الولايات المتحدة. وقد سهل أوباما الطريق على مرسي عبر الهبوط بمستوى هذه العلاقات إلى منطقة مجهولة لم تدخلها تلك العلاقات من قبل، وبالتالي على مرسي أن يحدد بدوره ما إذا كان سيعتبر الولايات المتحدة عدوا لمصر أم حليفة. القدس العربية اللندنية: كابوس إسرائيلي اسمه سيناء. طوال الأربعين عاماً الماضية كانت الأخبار الوحيدة التي تأتينا من سيناء ومنتجع شرم الشيخ الشهير الذي يمثل عاصمتها غير المتوجة محصورة في أنباء زيارات المسؤولين الإسرائيليين لمضيفهم الرئيس حسني مبارك أو سلفه أنور السادات. بعد الثورة المصرية بدأت الأوضاع تتغير وتنقلب رأساً على عقب، وتحولت سيناء إلى منصة تنطلق منها عمليات المقاومة المسلحة ضد أهداف إسرائيلية. المنطقة العربية أصبحت مفتوحة على مصراعيها أمام الجماعات الجهادية ومخازن الأسلحة تحت إمرتهم دون عوائق، وخاصة من ليبيا. ومن الطبيعي بل والمنطقي أن يصل هؤلاء إلى سيناء حيث التواصل الجغرافي البري مع ليبيا. إسرائيل باتت محاصرة من مقاومة شرسة مدججة بالسلاح في الشمال أي جنوب لبنان، وأخرى تتبلور على حدودها الجنوبية، والهدوء الذي تمتعت به لأكثر من 40 عاما بدأ يتبخر تدريجيا. إنه كابوس قد يحلم قادتها النوم لسنوات إن لم يكن أكثر. إذن الجيش اللبناني لن يستطيع الثبات في القتال نسبة إلى موازين القوى المتوافرة، ذلك بحسب ما قاله رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون. ماذا يعني هذا الكلام برأيك؟ طبعا نحن نثق بالجيش اللبناني ضباطا وجنودا واستراتيجية دفاعية مقاومة عن لبنان، وأثبت في كل الاختبارات أنه يمتلك من الشجاعة والجرأة والقوة والثبات لمواجهة الاعتداءات الصهيونية على لبنان. طبعا موضوع الإمكانيات في يد الجيش اللبناني هي مسألة حيوية جدا. نحن نعتقد أن قلة الإمكانيات في يد الجيش لا تسمح له بأن يحسم معارك في مواجهة العدو الصهيوني وترسانته وتطور أسلحته. لذلك المسألة ليست مسألة جرأة وشجاعة وقدرة بقدر ما هي مسألة إمكانيات، وأعتقد بأن الجنرال عون ذهب في هذا الاتجاه عندما تحدث عن ميزان القوى، أي الخلل
في القدرات من جانب العدو من جهة. ما الذي يمنع الحكومة من تعزيز قدرات الجيش اللبناني؟ أنا أعتقد أن هناك قرار أمريكي أوروبي تقف وراءه إسرائيل بمنع تسليح الجيش اللبناني وبمنع تعزيز قدراته وبناء مؤسسته بالشكل المطلوب. طبعا أقول ذلك لأن كل التجارب أثبتت بأن إسرائيل لا تريد وتخطط لأن يبقى الجيش اللبناني ضعيفا كي لا يكون قادرا على مواجهة عدوانها الذي تكرر مرحلة بعد مرحلة. لذلك هي فرصة لدعوة إلى تسليح الجيش اللبناني، ونحن نعلم أن الحكومة اللبنانية الأسبوع الماضي اتخذت قرارا بمد الجيش اللبناني بأسلحة معينة، هذا يعني نهج سليم، ولكن السؤال هو الذي يدعو إلى أن يقوم الجيش اللبناني بدوره ويدعو إلى نزع سلاح المقاومة وتجريدها من هذا السلاح. ما البديل عن المقاومة إذا كان الجيش غير مسموح له أن يتجهز وأن يتسلح بقرار أمريكي وأوروبي تقف خلفه؟ العماد ميشيل عون أيضا أشار يعني إلى أن دور المقاومة ليس أمنيا بل في حال حدوث أي هجوم، وإشارة إلى إسرائيل يعني سترد المقاومة. طب ماذا عن توقيت هذا الكلام في ظل الانقسام اللبناني حول الاستراتيجية الدفاعية وحول سلاح المقاومة؟ توقيت هذا الكلام هو البحث الجاري في الاستراتيجية الوطنية الدفاعية وفي سياق المشروع الذي تقدم به التصور الذي تقدم به فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان. وطبعا توقيت هذا الكلام هو جزء من عملية التجاذب والصراع الدائر في لبنان بين فريقين، يعني دعنا نكون واضحين، فريق يرى في المقاومة قوة ضرورية وطبيعية ومؤهلة لردع العدوان الإسرائيلي والتصدي له، وبالتالي هي قوة للدولة وقوة للبنان والمجتمع، وفريق آخر لا يعتبر أن المقاومة ما زال لها مشروعية الوجود وضرورته وبالتالي يجب أن تكون جزء من الاستراتيجية. نحن بكل موضوعية نقول المقاومة حاجة موضوعية طبيعية، لأولا لأن أجزاء من لبنان ما زالت تحت الاحتلال الإسرائيلي من مزارع شبعة إلى تلال كفرشوبة إلى بلدة الغجر. لبنان ما زال عرضة للعدوان الإسرائيلي والتهديدات، وما المناورات الجارية تحت عنوان واضح التهديد بتدمير لبنان إلا حلقة من حلقات التآمر المستمر، ناهيك عن القنابل النقودية، ناهيك عن مشاريع الفتنة التي يلجأ إليها هذا العدو عبر أدوات معينة وعبر جهات معينة. نحن نعتبر أن المقاومة حاجة ضرورية من زاوية الدفاع الوطني ومن زاوية ردع العدوان ومن زاوية تحرير الأرض، ولا بد أن تتكامل في المثلث الذهبي، مثلث الجيش والشعب والدولة. إيران في الفترة الأخيرة قالت أن حزب الله سيشارك يعني أو سيدافع عنها في حال حصول أي هجوم عليها، هل تعتبر هذا التصريح سياسي كما اعتبره العماد ميشيل عون؟ واضح أنه تصريح سياسي. دعني أقول أولا أن قوة المقاومة في لبنان هي لأهداف لبنانية وأهداف وطنية وأهداف قومية وأهداف عروبية بكل ما تعنيه الكلمة. طبعا هذا لا يعني من جهة ثانية بأن العدو الإسرائيلي، وقد أشار العماد عون موضحا أيضا في هذه المسألة، أشار إلى أن العدو الإسرائيلي يتحدث عن جبهة واحدة تضم حزب الله وتضم سوريا وتضم إيران، وأنه يعتبر أن العدوان على إيران هو عدوان يعني على سوريا وعلى حزب الله، وإذا كان العدوان على حزب الله هو على، فإذا العدو ينظر إلى هذه المكونات من لبنان إلى سوريا إلى إيران على أنها مكونات لمحور مقاومة
معادي له، فيعاديها ويعتبرها في سلة واحدة بالنسبة إليه. بكل الأحوال نحن يعني هذا التصريح تصريح سياسي، وهذا الأمر جرى توضيحه على المستويات الرسمية من قبل الدولتين، قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأيضا مع الدولة اللبنانية عبر فخامة الرئيس وعبر زيارة السفير الإيراني والتوضيح. طيب أستاذ توفيق، بالانتقال إلى موضوع آخر وما حصل في سيناء، يعني كنا قد تحدثنا عن ذلك في بداية الحلقة، برأيك من يقف وراء هذا الهجوم؟ يعني من هم هؤلاء المسلحين الذين هاجموا بالأمس الجيش الإسرائيلي؟ يعني دعني أقول، نحن أي عمل ضد إسرائيل نرى فيه عملا في الاتجاه الصحيح بغض النظر عن ذلك. يعني دعني في الأساس أي عمل يستهدف العدو الإسرائيلي هو عمل في الاتجاه الصحيح. من يقوم بهذا العمل؟ يعني واضح أن في سيناء هناك مجموعات مسلحة من لها جذور، لها حضور، لها دور من سنوات. يعني طبعا حتى في ظل كامب ديفيد هذه المجموعات كان لها حضورها. هلا مين هويتها؟ طيب في مجموعات سلفية، في مجموعات إسلامية، في مجموعات القاعدة، في مجموعات وفي مجموعات وطنية يعني بتعبر عن أصالة انتماء مصري وفلسطيني مواجه للعدو الإسرائيلي. لأنه حجم الوجود البشري في سيناء يعني بتعرف هو خليط من قسم من شعبنا الفلسطيني، قسم من أبناء مصر، قسم من الجزيرة العربية. يعني التكوين الديموغرافي للوجود في سيناء متعدد المشارب. طيب لا يمكن أن نقول أن هناك جهة بعينها. في حالة إسرائيل باتت محاصرة من مقاومة شرسة في الشمال، أي من جنوب لبنان وأخرى على حدودها الجنوبية. إنه كابوس قد يحرم قادة إسرائيل من النوم لسنوات طويلة إن لم يكن أكثر، وذلك بحسب الصحيفة. هل فعلا بدنا نضيف كابوس هو في قلب فلسطين؟ أيضا شعبنا الفلسطيني في الداخل، يعني في الضفة وفي أراضي 48، صحيح هو تحت الاحتلال ولكنه رافض لهذا الاحتلال ومتصدي له ومتضامن مع كل أبناء الشعب الفلسطيني المقاوم، مع أبناء الأمة المقاومين لهذا العدو. مش بس أنه في عنا على الحدود بسيناء يعني وبغزة وبشمال، في قلب فلسطين أيضا هناك. أستاذ توفيق، سنتوقف مع فاصل قصير ثم نتابع. مشاهدينا الكرام تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ومجددا أرحب بك أستاذ توفيق مهنا، نائب رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي. اقرأ الحدث بالأجنبي، فقرتنا التالية: الأموال العربية تحول المتمرد إلى متمرس، بحسب صحيفة الديلي تيليغراف وصحف أجنبية أخرى. نتابع. ديلي تيليغراف: أموال عربية تحول المتمرد إلى متمرس. حتى وقت قريب كان أداء الجيش الحر القتالي فوضوياً، لكنه بات أكثر انضباطاً وقوة. الفضل عائد إلى عشرات ملايين الدولارات التي تضخها دول عربية وغالبيتها من السعودية لتدريب متمردين سوريين على شن عمليات ضد النظام تحت إشراف عناصر سابقين في قوات أجنبية خاصة. في أحد المعسكرات التابعة للجيش الحر في إدلب يتلقى 20 متطوعاً التدريب بإشراف شخصين أحجم عن كشف جنسيتهما، أتيا من إسكندنافيا لتقديم المساعدة. بعض المجندين خريجو الجامعات ممن بدأوا تظاهراتهم سلمياً قبل التحول إلى العنف لمواجهة السلاح الذي يستخدمه النظام بالسلاح. لوفيغارو في ميلادها 80، المملكة تتقدم ببطء. لا مظاهر بهجة في المملكة التي تحتفل الأحد بذكرى تأسيسها 80. بعض المسؤولين يبررون: نحن في حالة حداد على الأمير نايف. البعض الآخر يقول: نريد تكريم القتل في سوريا. وبعضهم يذكرون بأن مفهوم الدولة لا يعجب المؤسسة الدينية، فكيف بالاحتفال بتأسيسها؟
في غياب الملك يدير المملكة ولي العهد الأمير سلمان. يقول مراقب إن سلمان يصغي جيدا لكنه لا يعترض إطلاقا على السلطة الملكية، والملك عبد الله إصلاحي وسيواصل تقدمه بخطى بطيئة، وهو يفكر في تسمية وزراء وسفراء شيعة في سابقة في المملكة. إيكونوميست: لهذه الأسباب تعاق إسرائيل السلام. في كتاب جديد بعنوان حصن إسرائيل، القصة الحقيقية للنخبة العسكرية التي تدير الدولة، رصد الكاتب الأمريكي باتريك تايلور التعنت الإسرائيلي حيال السلام منذ قيام الدولة العبرية. قال تايلور في مقدمة كتابه إن هدفه أن يشرح بكل واقعية ونزاهة كيف قوضت عسكرة المجتمع الإسرائيلي وخصوصاً في أوساط النخبة الحاكمة كل فرصة للسلام. ففي عام 82 كانت النزعة العسكرية هي التي دفعت مناحيم بيغن وأريال شارون إلى غزو لبنان، وتجاهل كل دروس التاريخ القائلة بأن القوة العسكرية لا يمكنها إعادة ترتيب النظام السياسي اللبناني المعقد. بالانتقال إلى ما بعد اتفاقية أوسلو، وقف الإسرائيليون عاجزين عن وقف موجة من التفجيرات الانتحارية كما قال تايلور، واصفا كيف وقع الجنرال الإسرائيلي الصقر في فخ الاعتقاد بأن السلام مستحيل وأن الشيء الوحيد النافع هو القوة القاتلة والمفرطة، وشدد على أن أسس السلام والتعايش مع إسرائيل لا يمكن أن تقوم إلا على تسوية للقضية الفلسطينية. إذن صحيفة الديلي تيليغراف تقيم أداء الجيش الحر وتقول أنه بات أكثر انضباطا وقوة بعدما كان يعني فوضويا، كيف تقيم أداء الجيش الحر حتى الآن والمعارضة المسلحة بشكل عام؟ يعني أولا ما ذهبت إليه الديلي تيليغراف هو استنتاج يعني متسرع، لأن لو كان يعني إداء الجيش السوري الحر بهذا الانضباط وبهذا التنظيم لكان يعني يستمر بالسيطرة على المناطق التي سيطر عليها. طبعا هذا لا يعني أن هذه المساعدات لا تقوي هذا الجيش، لا تنظم وضعه، ولكن هذه المقويات لا تجعل من هذا الجيش الذي هو خليط من 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 مجموعات متعددة، لا تجعل منه قوة قادرة أن تتحكم بمنطقة أو بموقع. أو فالجيش السوري، الجيش السوري جيش قوي ومنظم ومؤمن ولديه القدرات الكافية لإعادة بسط سيطرة الدولة على كافة الأراضي السورية. طب رغم كل الانشقاقات التي حصلت في الجيش السوري، ما الذي يبقيه متماسكا حتى الآن؟ أولا الجيش السوري جيش عقائدي، جيش مبني على مفاهيم وعلى هوية وعلى التزام وعلى قضية، ليس مجرد جيش يعني تنفيعة يعني أنه هيك. هذا الجيش هو أكبر الجيوش في أمتنا والعالم العربي، الذي دوره دائما كان مواجهة العدو الإسرائيلي والتصدي لهذا العدو، وخاض حروب مع هذا العدو في أكثر من. فمصدر تماسكه عقيدته، مصدر تماسكه هويته، مصدر تماسكه ثقته بالقيادة العسكرية والسياسية التي تدير البلاد، ومصدر قوته ثقة الشعب به. رغم كل الأموال، رغم كل، وهذه الانشقاقات يعني هي لأفراد علت رتب أو تدنت، لا تؤثر على البنية الحقيقية للجيش، ولم يثبت بأن أي انشقاق من هذه الانشقاقات، وبغض النظر عن رتبة هذا الفرد أو ذاك، كان لها استراتيجيا وميدانيا ولوجستيا أي تأثير على الجيش. طب إلى ماذا تهدف يعني السعودية وبعض البلدان العربية التي تدعم المعارضة المسلحة في سوريا بالمال والسلاح، إلى ماذا تهدف برأيك؟ ألا يؤجج ذلك يعني الصراع أكثر في سوريا؟ طبعا أولا هذا يؤجج الصراع ويضع هاتين الدولتين وغيرهما في موقع المتواطئ والمتآمر على الدولة السورية وعلى الشعب السوري وعلى الجيش السوري وعلى الموقع والدور
والهوية السورية. اثنين، يعني طبعا بالرغم من هذا التآمر كما قلت وما يغدق من مال وسلاح ومن مجموعات يؤتى بها من كل أصقاع الأرض لزجها في مواجهة مع النظام في سوريا، بالرغم من كل ذلك هذه المجموعات لم تحقق أهدافها ولن تحقق أهدافها. كما قال الرئيس الأسد، سننتصر وإن أخذت هذه المعركة بعض الوقت. ثلاثة، فيما يتعلق بهاتين الدولتين، طبعا يعني الحريص على أنه يدعم ما يسمى بالمعارضة أو بالجيش السوري الحر. أولا نحن مع وجود معارضة، ولكن معارضة وطنية، معارضة إصلاحية، معارضة لأهداف داخلية، مش معارضة هي جزء من أجندة خارجية لأهداف خارجية. ليش استهداف سوريا؟ إسرائيل عم بتقول ليش استهداف، أمريكا عم بتقول، لأنه سوريا مش أنه بدها حدا بصارة، يعني مستهدف في سوريا بموقف القومي من موضوع فلسطين، من موضوع العراق، من موضوع لبنان، من موضوع الهوية العربية والدور العربي. هذا هو سبب الاستهداف. بس اللي بدي أقوله أيضا، طبعا هالدول العربية التي تدعم الجيش السوري الحر والمعارضة والمجموعات المسلحة وكل هالفريق اللي هيدا يعني هو منجز مهماته الإصلاحية بالداخل، كيف عم بيتعاطى مع المعارضة في بلدانه؟ مش عم يقمعها، مش عم بيهجرها، مش عم ينفيها، مش عم بيكم أفواها. يمكن بعض الصحافي تحدث، لماذا يعني برأيك لماذا المعركة في حلب بالتحديد طالت يعني إلى هذه المدة، وكيف تقيم الوضع الميداني في سوريا بشكل عام؟ يعني طبعا أنها طالت أكثر مما كان متوقع. لست خبيرا في الشؤون العسكرية والاستراتيجية للغوص في مسألة تقييم ميداني لطبيعة، لكن ما يمكن أن نستنتجه ونقرأه بموضوعية في هذا المجال. معركة حلب هي معركة بين سوريا وبين تركيا، لأن حلب وريفها أولا متاخمة وحدودها مفتوحة مع تركيا، ثانيا لأن الأتراك لهم أطماع تاريخية في حلب وفي منطقتها، ومع ذلك بالطبع الجيش السوري وفق كل التقديرات والتحليلات والمعطيات ووفق المصادر الآتية من رفقائنا في حلب، نحن حزب موجود في كل الجمهورية العربية السورية، طب وفق كل المعطيات الجيش السوري يعني يسيطر على القسم الأكبر من حلب ويكبد المجموعات الخسائر كبيرة ويستعيد كثير من الأحياء ويتمكن من مطاردة وملاحقة مجموعات كبيرة واعتقالية. تحدثنا في بداية الحلقة عن المؤتمر الذي سيعقد غدا، ليش حلب؟ لأنه حلب يعني هذا هو السؤال، حلب عم بيحاولوا يعزلوا منطقتها يعني عن سوريا لتكون منطقة معزولة، ليكون في حظر جوي فوقها، لتكون هي بنغازي ينطلق منها أطراف المؤامرة الدولية لإسقاط النظام. تحدثنا في بداية الحلقة عن المؤتمر الذي سيعقد غدا في سوريا للمعارضة، يعني ماذا سيقدم هذا المؤتمر برأيك؟ هل سيساهم في حل حالة الأزمة السورية؟ نحن نعتقد أن مجرد انعقاد المؤتمر هو خطوة سياسية إيجابية. أولا يعني قد تساهم وقد تساعد، وهذا ما نأمله، في دفع الحوار الداخلي ما بين النظام وبين هذه الأطراف خطوة إلى الأمام. اثنين، من المعروف أن هذا المؤتمر ينعقد أيضا في ظل رضا وفي ظل دعم وفي ظل غطاء من الموقفين الروسي والصيني وأطراف أخرى، وهذا أيضا ما يعطي مجال للقول
بأن هناك إمكانية للحوار السياسي، إمكانية للحل السياسي مع ما مع معارضة لم تتلوث يدها. هيئة التنسيق الوطنية مع يعني معارضة ليست جزء من برنامج خارجي. هيئة التنسيق الوطنية وجهت دعوة إلى المجلس الوطني السوري وإلى بعض الأطراف الخارجية المعارضة لحضور هذا المؤتمر، ولكن لم تلبي الدعوة، لم يلبي بالتحديد يعني المجلس الوطني. أولا ما يسمى هذه الدعوة، لماذا برأيك؟ أولا ما يسمى المجلس الوطني السوري المعارض هو المجلس الاسطنبولي، المجلس الاسطنبولي يعني المجلس اللي تشكل باسطنبول. طبعا هذا المجلس يمارس ديكتاتورية في التعامل مع أطراف المعارضة الباقية، لا يعترف بأي طرف معارض، يعني لا يعترف بالمعارضة الداخلية. ولكن لا يمكن تجاهله كطرف يعني أساسي في المعارضة السورية. نحن لا نقول أننا نتجاهله، ولكن هو يتجاهل أطراف معارضة. يعني مش انه عنده موقف بس من النظام، هو رافض لاي حوار مع النظام، هو رافض لاي حل سياسي، هو يريد اسقاط النظام بالقوه وبدعم خارجي، ويجاهر بالدعوه الى التدخل العسكري بكل اشكاله ضد النظام. للاسف انتهى وقت هذه الفقره، للاسف يعني سنتوقف مع فاصل ثاني قصير ثم نتابع. أهلا بكم من جديد، ومجددا أرحب بك أستاذ توفيق مهنا. نتوقف الآن مع فقرة اقرأ كاتبا، واخترنا لكم من صحيفة فورين بوليسي مقالا للكاتب هارون زيلين تحت عنوان ليعرف كل منا من هم أنصار الشريعة الخاصة به. نتابع. فورين بوليسي هارون زيلين ليعرف كل منا من هم أنصار الشريعة الخاصة به. من صنعاء إلى بنغازي ومن القاهرة إلى الدار البيضاء، اتخذت مجموعات راديكالية جديدة اسما واحدا هو أنصار الشريعة، فهل في الأمر صدفة؟ صحيح أن هذه المجموعات باختيارها اسم أنصار الشريعة تعبر عن رغبتها في إقامة دول إسلامية، وأنها تشاطر الاسم والأيديولوجية ذاتها، لكنها لا تنضوي تحت قيادة هيكلية واحدة على غرار القيادة المركزية لتنظيم القاعدة التي يعتقد أنها في باكستان. لأجل الغاية ذاتها تخوض هذه المجموعات حروباً مختلفة في بلدان مختلفة وباستخدام وسائل مختلفة. أول مجموعة باسم أنصار الشريعة ظهرت في اليمن في نيسان 2011، وكانت تابعة للقاعدة في شبه الجزيرة العربية، ويعتقد أنها كانت محاولة من بن لادن لتجديد صورة القاعدة عبر تغيير اسمها. لم تتضمن الوثائق التي ضبطت في منزل بن لادن أي إشارة للاسم، لكن واحدا من أبرز المنظرين الجهاديين الشيخ أبو المنذر الشنكيتي صادق على الدفعة الأولى من مجموعات أنصار الشريعة. في حزيران الماضي نشر الشيخ الموريتاني الأصل مقالا قال فيه: نحن أنصار الشريعة ندعو المسلمين إلى تأسيس دعواتهم الخاصة تحت مسمى أنصار الشريعة ليجري توحيدها لاحقا ضمن تكتل واحد. بالفعل صار هناك أنصار للشريعة في اليمن وتونس وليبيا ومصر والمغرب. يشير صعود أنصار الشريعة إلى نهاية الأحادية القطبية للجهاد التي تمحور خلال العقد الماضي حول القاعدة، كما يشير إلى عودة الفلك الجهادي المتعدد الأقطاب كما كان في التسعينيات. لكن بين الزمنين ثمة اختلاف وحيد، في التسعينيات كان الجهاديون يفكرون محليا ويتحركون محليا، أما اليوم فهم يخاطبون عالميا ويتصرفون محليا. أستاذ توفيق، مجموعة راديكالية بحسب الكاتب اتخذت اسما واحدا لها وهو أنصار الشريعة، ويسأل هنا الكاتب أيضا هل في الأمر صدفة؟ ليس في الأمر صدفة طبعا، عندما ترى هذا الانتشار وهذا الامتداد في أكثر من دولة عربية وإسلامية قد لا أوافقه الرأي بأن هذا يعني لا يدل على حالة غير منظمة، بالعكس يدل على أن هناك هيكلية قيادية ما تنشئ وتدير وتحدث التواصل بين هذه المجموعات في كل الساحات. هلأ طبعا هل هيدي اسم جديد لموضوع القاعدة؟ بغض النظر عن الاسم، المضمون واحد، المنطلق واحد، نفس التوجه
وبالتالي يعني مثل ما قلت احيانا يعني بتفرخ من إماية وحدة يعني عدة مثل جداول مصدرها نهر واحد أو نبع واحد أو هيدا هو يعني. طيب أنصار الشريعة، أنصار الشريعة يعني أن هناك مجموعات تريد أن تقيم دولة في هذا الزمن على أساس الشريعة، دولة إسلامية، إسلامية على أساس الشريعة بكل نصوصها وبنودها ومفاهيمها ومقتضاها. هذا هو الموضوع. يعني طبعا لا، لسنا نحن يعني في وارد تقبل مثل هذا المنطق أو هذا الفكر، لأننا نحن نؤمن بالفكر المدني المجتمعي المتطور الحضاري، ونسترشد ونستهدي بقيم الدين وبمفاهيمه في خدمة مسيرة التطور الإنساني. طب برأيك اليوم من يدعم هذه الجماعة؟ من أين تأتي بالدعم كي تستمر؟ من الواضح أنها تمتلك يعني أسلحة، كميات من الأسلحة. طيب مثلا يعني دعني أقول أولا قسم من هذه الجماعات كانت تدعمه CIA، قسم من هذه الجماعات كانت تدعمه بريطانيا وتوجد له ملجأ لديها، قسم من هذه الجماعات موجود في أوروبا. طبعا ربما مصادر الدعم متعددة، ربما هناك ناس يعني متمولين إسلاميين متطرفين يعني مؤمنين يقدمون، لكن واضح أن في المسار التاريخي هذه المجموعات لم تكن أبدا بعيدة عن علاقات معينة مع أجهزة دول معينة. بعدما حصل يعني ولنا في أفغانستان مثلا، يعني ولنا في أفغانستان بعد الثورات التي حدثت في العالم العربي، هل يمكن إقامة دولة إسلامية كما تهدف جماعة أنصار الشريعة؟ أعتقد أن فكرة إقامة دولة إسلامية على أساس الشريعة الإسلامية لا تنتمي إلى هذا الزمن ولا إلى المستقبل. لكن هذا لا يعني أبدا أننا يعني لا نحترم أو لا نعتبر أن قيم الدين لا تشكل في مضامين معينة مساهمات أساسية في بناء التشريع. لكن اليوم الدول تقوم تشريعاتها على قوانين اجتماعية اقتصادية سياسية وضعية مرتبطة بحركة التطور الاجتماعي والعمراني والسياسي. فنحن دعاة فصل الدين عن الدولة، وليس فصل الدين عن الحياة أو عن المجتمع أو عن الإنسان. نحن أصحاب فكرة نهضوية تنويرية تقول بأن إقحام الدين في السياسة يسيء إلى الدين ويزيد إفساد السياسة إفسادا. أستاذ توفيق، سنتوقف مع الفقرة الأخيرة في حلقتنا اليوم وهي فقرة الكاريكاتير وهذه الصور من بعض الصحف. هو حالي كاريكاتيري كثير. إذن أستاذ توفيق نتابع هذا الكاريكاتير من صحيفة الاتحاد الإماراتية. التشكيك في الهولوكوست، معاداة للسامية بالنسبة للمجتمع الدولي. أما الفيلم والرسوم المسيئة لنبي الإسلام فهي حرية تعبير. كيف تعلق على هذا الكاريكاتير؟ يعني هذا يصيب كبد الحقيقة كما نقول، لأن حرية التعبير شيء، والثقافة العنصرية شيء آخر. نحن نعتقد أن هناك ثقافة عنصرية وأحقاد عنصرية ومفاهيم عنصرية تقف وراءها اللوبيات اليهودية الصهيونية في العالم لتسيء إلى قيمنا وإلى حضارتنا، والدين يأتي في طليعة هذه القيم التي يؤمن بها شعبنا يعني وقسم كبير من الإنسانية. نحن هنا أيضا نحن أمام ازدواجية المعايير. لماذا هناك قوانين في الدول الغربية من باريس إلى واشنطن تحت عنوان تجريم كل من يتكلم كلمة ضد اليهود أو ضد الصهيونية، ولا يوجد في المقابل قانون أو تشريع آخر إذا ما اعتمدنا مثل هذا التشريع؟ سننتقل إلى الكاريكاتير الثاني وهو من صحيفة الغد الأردنية. طلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، درب لن يصل إلى بر الأمان.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هل يمكن أن يصل برأيك؟ نحن نعتقد أن الكفاح المسلح هو طريق فلسطين لتنتزع مقعدها في مجلس الأمن وفي غير مجلس الأمن. نعتقد بأن نضال الشعب الفلسطيني وكفاحه هو الذي يفرض في النهاية انتزاع هذا الحق. هذا لا يعني أن نعدم الوسائل الباقية، ولكن يجب أن لا نراهن كثيرا. هو للأونسكو يعني حصول فلسطين على هوية ثقافية في منظمة الأونسكو أقامت الدنيا. أمريكا قطعت المساعدة عن الفلسطينيين. للأسف انتهى وقت هذه الحلقة أستاذ توفيق مهنا، شكرا جزيلا لك لهذه المشاركة، نائب رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي. مشاهدينا الكرام ميادين. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.